Here we are, Bob Chick here at the Dubai Muscle Show, here with a new Transformer. ما اقدرش. ريدريكس بس. ولا اعرفه. ريدريكس. ده اسمه الفطار العشوائي، الدايت العشوائي. ان هو انت مش عامل لنفسك دايت، بس انت بتاكل بالكده اهو، بقوه الكده اهو السحريه. فهتعمل ايه بقى؟ تصحى تعمل 3 بيضات، هما دايما بيبقوا 3. التلاته دول لو انت جيت تحسبهم هتلاقيهم مثلا حوالي 18 جرام بروتين. حطهم كده اهو. تعمل ايه بقى على 3 بيضات دول؟ شوف لهم شويه جبنه امنتال. جبن مش من الحاجات المرعبة يعني، بالحب كده شوية. ايه يقولهم قيمة 20 جرام ولا حاجة. شوية مكسرات مش هاخدهم كلهم يعني، هاخد لنا شوية. وتوستتين. كان انت عملت فطار عشوائي ولكنه يبدو دايت. ماشي، ممكن تحطك قطعتين تركي. تشيك ان سريع. تقريبا ما كنتش بتمرن من شهر 8، ده السيزون بتاع الكوتشنج، فلسه رجعت مره من اسبوع. في شويه ليسه هنا، كليسه صغننه، عضلاتي واقعه. فاحنا برضو هنشارك الرحله بتاعت الايه الكومباك دي، الفطار المعشوق. تمام، بعد الفطار ونزلنا نغطي احداث دبي اكتيف شو اللي مقامه جنب دبي ماسل شو البطوله. هنا دي زي فعاليات كده بتتعمل مغطيه كل البراندات العالميه بتاعه الحاجات الرياضيه، بتاع بناتا، لايف فيتنس، الاجهزه الرياضيه، براندات اللي بتعمل كمان حاجات تكنولوجي. قابلنا في الهيث وعملنا معاه لقاء بيقول لك اهم 3 نصايح لو انت داخل مجال البودي بيلدينج جديد. You have to train extremely smart. Okay. Okay. Extremely smart. That means you need to master the level of like let's say 10 kg in order to get to 20 kg, to 30. So, and then you have to develop a good confidence. Yeah. So the confidence comes from within. You can't always compare yourself to someone else because they run their own life. Yeah. You have your life. And then last, you have to have fun. You have to be fascinated by places like this. You get to travel and see all of these amazing pieces of equipment, all of the nice people. This is a beautiful thing. If you don't think it's beautiful, you should not stop doing it right now. Yeah. Glad to meet you, champ. قابلنا البيج رامي حبيبنا كلنا، فخر العرب الحقيقي. هنغطي لكم كل بارتيشن، كل بارتيشن هنا في ايه وبيتكلم عن ايه وايه اهم التكنولوجيز والحاجات الجديده اللي بيعلنوا عنها، كانك جيت هنا بالظبط. اول بارتيشن معانا هو بريكور، وعايزين نعرف ايه احدث التقنيات اللي في التريدميل دي مثلا، وايه التقنيات الحديثه اللي انت نازل بيها هنا في البارتيشن ده النهارده. اوكي، بريكور هو براند امريكي، أجهزة عالمية بستاندرد بكواليتي عالي جدا. طلعوا حاليا التريدميل هاي الجديدة مع شاشة 21 بوصة، الشاشة فل باللمس، كاملة باللمس. فينك انك تحط موبايلك وانت عم تمرن مع تشارجينج وايرلس، تمام؟ وانت اول ما تكون قاعد عم تدرب وعم تشحن موبايلك بنفس الوقت بينعمل ريفلكت لشاشة موبايلك على الشاشة الكبيرة، وتقدر تستمتع بالبرامج اللي عندك اياها من موبايلك بالوقت كاملا وانت عم تتمرن. نجرب؟ تفضل. مرنت قبل هيك؟ بريكور لا. بريكور لا. اوكي. عايزين نرفع الانكلاين مثلا. السكرين تبعنا بنشوفه بالتمرينات تبعنا، فينا نسرع شوي. اوكي. 16 درجة، وفي عندنا كمان ديكلاين. دي أول مرة أشوفها. تماما. هذا التمرين كمان هو تمرين جديد، فبصير عندك ديكلاين وانكلاين بنفس الوقت بنفس التمرين. تمام؟ على عكس المتوقع، كنت متوقع ان اجهزه هامر سترينس اللي هي تبع لايف فيتنس ده البارتيشن بتاعهم، كنت متوقع ان هلاقي صخب بقى ودوشه وبتاع، بس تقريبا بينشوا. لو رحت هناك عند بناتا اللي انا صورت فيها مع فيل هيث هتلاقي الدنيا فوق بعضها، وده ان دل على شيء يدل على صياعه الماركتنج. جاب فيل هيث هتلاقي بس عند بناتا الدنيا كلها راكبه على بعض. هنا في لايف فيتنس تقريبا ما جابش اي انفلونسرز بربع جنيه، هتلاقي الدنيا فاضيه، مع ان لايف فيتنس وهامر سترينث من اكتر الاجهزه اللي واخده صيت واللي قويه فعلا جدا وافكتيف جدا. بس شايفين في الضياع الاليم ده. بريكور
اللي هي قال لك براند امريكي ومش عارف ايه، بس يعني احنا بريكور ده احنا بنقول عليها عندنا في مصر ان هي براند صيني، ما اعرفش ليه، ممكن يبقى في تو اديشن، بس بريكور كان عندهم زحمه اكتر من هنا واخدين حته موقع برده وحش قوي، التسويق الصايع والتسويق اللي مش صايع، اختيار وحش للمكان ومفيش اي انفلونسرز، بريكور في قلب المكان هو بناتا، هو بناتا جاي في الهيس، فالدنيا مختلفه تماما. بس يظل لايف فيتنس وعمر سترينث من اقوى الاجهزه اللي في العالم، وهناخد كده جوله نبص على الاجهزه اللي هم عارضينها وايه الحاجات الجديده اللي عاملينها. يلا الستير ماسترز بقى الايه اللي هو عقده اجهزه الكارديو كلها، اهم جهاز في الكارديو لان بيشغل الكوادز بشكل قوي قوي، ومن افضل الاجهزه اللي موجوده في الموضوع بتاع الستير ماسترز ده هو لايف فيتنس. الاديشن بتاع هامر سترينث ده اللي هو بيبقى اوزان حره، والاديشن بتاع لايف فيتنس اللي هو بيبقى بالتات وحاجات جاهزه، والاثنين تحت براند واحد. اوكي دي الاير بايك. الاير بايك من الحاجات الناس قليله قوي اللي عارفينها وبتشوفها، لان هي مش موجوده في الجيمات الكومن، تمام؟ ودي التريدميل اللي هي بتعتمد على سرعتك انت الشخصيه، دي كل ما انت بتسرع كل ما هي بتسرع معاك. ده الراك بتاع الاوزان الحره وعاملينه نارو، ده افضل كتير من الراك اللي بيبقى واسع واستخداماته مختلفه. طيب اي حد بيتمرن في البيت، الحاجات اللي هنا في البوث ده هتفيدك جدا، لان الدمبلز ده بتبتدي معاك من اصغر وزن وممكن تعليها مع البنش ده. فيلا نسمع كده بريف عن الموضوع. This one we can adjust like this to choose the weight what is suitable for us. If you want more power, okay. You can like adjust. Yeah. Maximum we can reach 40. 40. Yes, 40 yeah. kg. What is the minimum weight? Minimum is let me say it's 2. 2. ماشي معاك من 2 كيلوغرام لحد 40 كيلوغرام، تقدر تحددهم بكليكايه واحده بس من هنا. مع العلامه هتعمل كده، هتزيد من اول 2 كيلوغرام لحد 40 كيلوغرام، كل ما بتلف لفه بتشبك معاها وزن ازيد لحد معاك 40 كيلوغرام في دي في السوداء، دي اخرها 32. This one also the same. We can adjust like this one, just remove the latch. Like okay. This one we can remove and yeah. Eat more easily. Okay. And very easy to adjustable. But this is more smart, I think. Yes. This is way more expensive. Yes, this one is a little expensive. Yeah. How much it cost for one? Of course, this one is $130. $130? Yes. For one? Yeah, for one pieces. And this? This one? 30? 77. Yes. Okay. And what about this bench? $400. 200? To 400. 400. Yeah. Different function, different price. Okay, okay. يعني تقريبا ب $500 تعمل لك جيم في البيت زي الفل. تعالى اوريك حجم الطابور اللي واقف علشان تتصور مع الأسطورة روني كولمان. تلاقيه فوق اهو. كل الناس دي واقفة علشان تاخد منه امضة وتتصور معاه. انت متخيل؟ طيب بص، الجدير بالذكر ان الواي بروتين بتاع روني كولمان جاست 20 جرام بروتين. 20 جرام بروتين ما قالكش 30 جرام بروتين و25 والارقام الخزعبليه دي، 20 جرام بروتين بس في البراند بتاع روني كولمان نفسه، انت متخيل؟ الاختراع ده من احسن الاختراعات اللي انت ممكن تعملها في حياتك، اسمه كلير واي بروتين. ده بيدوب في الميه وبيبقى عامل كده زي العصير بالظبط. فاكرين عصير بيست تفاح؟ هو بيبقى عامل نفس القوام ده، مش زي الواي بروتين اللي بيتعمل باللبن واللي بيبقى قوامه تقيل شويه. فده للناس اللي عندها قله شهيه والناس اللي عامله عمليات تكميم، ده بيبقى افضل اختيار ليهم، علشان ده 100% واي، ولكن بيبقى هيدرولايزد وبيبقى قابل للذوبان في الميه، وحرفيا بيبقى خفيف جدا على المعده. بشربه جوه التمرين، بيبقى عامل زي البي سي دبل ايه، تحفه، وانا نفسي ارشحه. ماشي هنا لقيت ايه؟
حاجات من اللي انا بحبها. بروتين بارز يا شباب، بس مفيش براند هنا كاتب على بروتين بار انه اكتر من 20 جرام. سبحان الله، هنا بيكتبوا الواقع، فمحدش زاد عن 20 جرام. اما عند مش هتكلم، مش هزود اكتر من كده، بس تعال نشوف النيوتريشن فاكت بتاعت البروتين بارز اللي هنا بتقول ايه، ونشوف مع بعض الناس دي وصلت لحد كام في العلم. يلا بينا. طيب 20% جرام بروتين، يعني لو البار ده وزنه 70 جرام هيبقى فيه 14 جرام بروتين، 20% بس. انت متخيل؟ علشان اللي بيعمل لك ان هو وصل ل 30 جرام بروتين في البار الواحد، تعرف ان هو بيهزي عليك 20%. يعني ايا كان ايه وزن البار ده، لو وصل وزنه ل 100 جرام هيبقى اللي جواه 20 جرام بروتين بس. انت مدرك؟ تاني يوم في دبي ماسل شو، وانا مش محتوايا كمال اجسام قوي، فمحبتش ان انا اغطي اللعيبه والكلام ده كله وتحاليل لعيبه كمال اجسام، على قد ما غطيت البوثز والحاجات اللي فيها، وعملنا كونتنت قوي جدا مع ناس من مشاهير الفتنس عالميا، كاي جرين، روني كولمان، عملنا مع كيفن ليفرون، ناس كتير قوي. هتشوفوا كونتنت قوي قوي الفتره اللي جايه دي. عايز اقول حاجه مهمه جدا، اي حد صاحب بيزنس واي حد عنده اي فكره لازم يبقى حاضر للمؤتمر ده، علشان المؤتمر ده فيه كلام مفيد جدا ليك، وهتلاقي نفسك بتفتح لك كونكشنز قوية قوي. استمتعت بالتغطية دي، وللأسف مش هعرف اكمل تغطية دبي ماسل شو، هضطر ارجع مصر علشان الشركة بتاع دايت اند تشيت والعملاء والناس في حاجة الي، ولازم ارجع لهم بسرعة.